بونسوار. بتوصلنا صوركم كل ليله بفقره صوره وشمسيه وعم نعرضها بنشره الطقس. اما بالنسبه لليله فصورتنا وصلتنا من سمير، وبذكر انه موضوع الشهر هو الجمل المهضومه اللي بنشوفها على الشاحنات. رح انتقل هلا لنشوف كيف عم تكون الحراره ببعض العواصم العربيه. برجع بكفي على طقس لبنان، ورح بلش من الرباط مع 23 درجه، 18 بتونس، 14 بالقاهره. بنتقل على دمشق مع 6 درجات، 12 بالقدس، 6 كمان بعمان. كفي على الكويت مع 19 درجة، 28 بالدوحة، وبختم مع الرياض 22 درجة. برجع على طقس لبنان، لبكرة طقسنا غائم مع أمطار، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، رياح شديدة وثلوج ابتداء من 1000 متر. على الساحل لبكرة الحرارة عم تتراوح بين 6 وال أقصاها للستة أدنيها للدرجة واحدة، وبالداخل بين 2 7 درجات. رح انتقل هلا نشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ورح بلش من عكار مع 9 درجات، 10 بطرابلس، 11 بالكورة، 5 درجات تحت الصفر بالأرز. منتقل على الهرمل مع 8 درجات، 7 بالقاع، درجتين بعلبك، 7 برياق. من المناطق الشمالية منتقل على جبيل مع 8 درجات، 4 درجات تحت الصفر بميروبا، 11 بجونية وبعبدا، بيروت 11 درجة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة لبكرة، زحلة 6 درجات، 7 بشتورة، 12 بعنجر ومشغرة مع أمطار، جزين 11، 10 مرج عيون، 11 من تجبيل، 7 درجات برشية وثلوج ابتداء من 1000 متر، 7 درجات ببيت الدين والمناطق الجنوبية صيدا، صور وقانا مع 12 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس 3 أيام اللي جايين؟ لبكرة انخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتتراوح بين 6 وال 11 درجة، للثلاثة بين 8 وال 11، والأربعة ترتفع الحرارة توصل أقصاها ل 13 وأدنيها ل 9 درجات. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 12 درجة تحت الصفر وال 5 درجات تحت الصفر. لهون بتخلص النشرة الجوية، ابعتوا لنا صوركم على انستغرام وعلى فيوتشر تي في أبلكيشن، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.